عربي هذا ميسي يقول لك هل تفكر ترجع للكلوب قبل ما تاخذ ريتيريت؟ نخمم نرجع للكلوب ان شاء الله. فما امكانيه، فما جس نبغ ولا مازال؟ توا مازال ليه توا ليه، كيما قلت لك انا عندي 3 سنين كونترا براتيك. اذا شريوني اليوم قاسم باشا عندي 3 سنين كونترا، ما تصورش في ال3 سنين هذوما نجم نخرج. فهمتك. نضال مليتي قال لك ايش رايك في اسكندر العبيدي؟ سكون نحب، وانا ملي طلع معانا صغير اختينا في مازالت في الكلوب، خدام متربي كلمني كي خذي نمرو 3، قال لي خذيت نمرو 3 خذي نمروية بتاع الكلوب. ان شاء الله معناها يكمل يخدم على روحه، عنده مستقبل كبير ان شاء الله، باش يكون ليدر في الكلوب ان شاء الله في اللاكس. بيه ميرا ارمي قالت لك احسن دخل عملها جمهور الكلوب في ماتش انت لعبت فيه، فريق تتمنى تلعب فيه انت، وشنو تعني لك الفريق؟ السؤال الثاني شنو احسن دخله وبعد فريق تتمنى تلعب فيه. فريق ما نلعب فيه احسن دخله وقت اللي انا ماني جوار، ما زلت انا هيك دربي موسى فما بتاع نجوم هذيك وفما دخله نتاع تنقول لك زاد، فما دخله نتاع التصور نتاع جوريت ليجوند نتاع الكلوب، هذيك تحفونا تذكر برشا، هذيك تحفونا برشا. فما بعد دخلت الرولوات القديمه نتاع ستاد تونيزيان في المنزه، تعجبني برشا 95 ظهري واي نتاع الرولوات، لعب بعد شوي 95 ممكن 97 98 هذولي يمكن ولا 2000 ممكن. به ايكيب تتمنى تلعب فيها؟ انا الحقيقه توا ولا قبل تتمنى ولا توا؟ تو نتمنى نلعب في واحده من الكبار في اسطنبول، فنرباتشي بشكتاش ولا جالات سراي. وقبل؟ قبل تمنيت نلعب في دورتموند، وعلاش تو ماتش؟ خاطر تو خاطرني في اسطنبول، تو خاطر في تركيا، معناها الحلم قريب، فهمت؟ كان مشيت لالمانيا، كان مشيت معناتها اخترت دوسلدورف، ولا راني تمنيت نلعب في جمعيه كبيره في المانيا. فهمت. وش متعنى لك الكلوب؟ الكلوب مش نوع تعنيني. انا مثلا كي تقول لي الكلوب نقول لك راي هذيك حاجه في انا، معناها في من تبعتي انا، في انا في خاطر جمعيتي اول حاجه كبرت طلعت اعطتني هزتني اللي ناسيونال وخرجتني للاوروب، معناها قد ما اعطتني هي ما نجمش نقول لك هي شنو بالنسبه لي انا، فهمت؟ بيبليك، كلمة في بيبليك هذا حمزة كدوس. كل بلاد نمشي لها نحكي لهم على جمهور الكلوب، كل بلاد أمني نحط لهم اليوتيوب ونوريهم جمهور الكلوب، نقول لهم شو جمعيتي شو الجمهور نتاعها بالرسمي. فيها انا برشا بجمهور الكلوب، تعرف نبهبر، شفت سلام واحد يبهبر مثلا، واحد مثلا عنده كرهبة يبهبر بها، ولا انا نبهبر بجمهور الكلوب، وين نمشي نحل اليوتيوب ونوريهم جمهور الكلوب، وين نمشي شوف نقول لهم شوف الجماعي اللي انا نلعب فيها كنت خرجتني جماعي، شوف ما قالكش فك علينا يا زلمه من جمهور الكلوب. ما يقولوا ليش خاطر حاجه عجيبه ما فماش. يوسف ونيسي، شنو هي جماعه تتمنى تكون فيها في الانجليز؟ في الانجليز ليفربول. باهية الترخاني، اكثر اغنيه تحبها نتاع الكلوب؟ اكثر اغنيه انا تعجبني نتاع شنا لي مارسي شونتي، مارسي شونتي لي فريقي فو غاني لا لا، هذيك احسن اغنيه. ب قصي اي هو طلب واحده طلب واحده، هذيك اعطيتك واحده. قصي اكس اكس، اكثر شامبيونات تعجبك في الاوروب شنو؟ اكثر شامبيونات تعجبني في الاوروب الانجليز. احمد الهاني، علاش فرضت الدوري السعودي والفلوس على البقاء واللعب في اوروبا خاصه انه عمرك يسمح بذلك؟ جاوبت عليه ولا تحب تزيد حاجه؟ جاوبت عليه الحقيقه، معناها اني مشيت صحيح لكني خرجت فيس. ب في ابارمون باج تونيزيان جيرل قالت لك علاقتك بجوانب التوانسه في تركيا؟ علاقتي ديما نكلمهم ونسال عليهم الكل كي طالبي
سيام غايلين مريح معايا فردي كيب تكون يا 50 حد. نحن قديش في تركيا؟ غايلين طالبي سيام وينو مريح كهو فعلا. فما تكون في اسطنبول ولا انتو مريح كهو؟ انا مريح بركة في اسطنبول، سيام في دينزلي بعيد علينا، في ريزا بعيد علينا منصر، ومالاتيا بعيد علينا كيف كيف. ريان عيادي قال لك باري ولا فيين؟ فيين عمري ما مشيت لها، باري ما تعجبنيش برشا الحقيقة. اما باري خاطر ما مشيتش لها، اما فيين قالوا لي حلو. بون هذا سؤال شخصي شوي، عرفت تجاوب قبل. حسام الطياشي قال لك كيفاش تعرفت على مرتك وفي المشية لتركيا مع بلال العيفة ورسايتي والا لا؟ تبع كذا تحس خويا بالجي بي اس. اي صحيح، مع مشيتي كي مشيت مع مهدي وبلال، قلت انا مش نعمل فيديو انا ومرتي ان شاء الله نوريكم البلاصه وين تعرفت عليها وكيفاش تعرفت عليها. اسمع بزنس هذا كيفاش؟ كل يوم ليه ما بزنس يا جماعه، تو نعمل فيديو نهبط فيه. هي بيزار الحكايه، معناها مارون شويه تضحك، فهمتني؟ نستنى الفيديو معناها مش تقول نعم. اي شنو نعمل فيديو انا بتخاطر برشا، سالوني برشا، كلموني كيفاش تعرفت عليه. مهم برشا سؤال. اي مهم بيصير يحبوا يعرفوا. بي نينو حسين، بي نينو مسابقه مهم بيك، اسكو تتبع في السيكسيون الكلوب في لما الجو الالكترونيك هذوك ولا في الفوت الالكترونيك هذوك اللعبه هذوك مش فيديو والحكايه هذوك؟ لا الحقيقه شنو الكلوب عنده جمعيه بتاع بارامون. اي قال لك مازالوا كيهزوا الكوب في الفيفا 20. لا والله ما عنديش فكره والله. بارامون هو يلعب فيها سيد باز. اي باز خويا، كان انا عندي فيفا، اللي يحب يلعب كونتري فيفا حديدي 05 هاش ا دي دي ا دي اي 05 لاصق، ما راح يدخل يلعب. ادخل العب واللي ربحني في الفيفا نعطيه مليون متاعي خويا. يا بابا ما كانش من هكا خويا. اسمع يدخل يلعب في الكلوب، انا فما جمعيه عندها كيب. اي دخلوني في الكلوب خويا، خلينا نلعب. شنو البطولة اللي حاب فيها مستقبل ولا يقف في تركيا ولا الخليج كما باش تونس؟ البطولة تشوف فيها مستقبلك، تحب في تركيا الخليج كي باش تونس ولا اوروبا، تكمل وين تشوف روحك؟ لا نكمل ان شاء الله في الاوروب، نكمل في تركيا ولا في الاوروب؟ انا تركيا عجبتني على الاخر، جابوا تنجيب جابوا في الفيفا تنوريك صح؟ اش قال لك ما شفتوش؟ قال لي بيان هب لك فيفا 20. باهي نضال مليتي قال لك عندك مبدا كي جولدن بوي في تونس لعب كان في الكلوب؟ مش عندي مبدا، عندي قناعة شخصية أنا. عندي قناعة شخصية ما لعبش في حتى جمعية أخرى كان في الكلوب. حملهم في ليه؟ ليه حملهم جمعيتي؟ حملهم في أغزر، عندك شفت الكلوب؟ الكلوب التوب. ومن بعد جي حملهم، من بعد فما حتى جمعية أخرى، ما عندي حنين وحتى جمعية. اسمع خرجت كلام في وقت من الأوقات على الإسبيرونس. كي كنت في الكلوب سليم معناها الحقيقة ما صاروا دي كونتاكت من جمعيات الكبار الكل. ليه سكر الباب؟ اي ما حبيتش حتى بعد معناها فما جمعيات وانا في ديجون كلموني. شكون كلمك؟ جمعيات كبار. الاسبيرونس ايتوال. ما نقولكش عليهم، ما نقولكش عليهم. خلينا نبدا بالشويه. زوج جمعيات كي كنت في ديجون. طه خضراوي قال لك طموحاتك مع المنتخب التونسي؟ الحقيقة الحلم مع ليكيب ناسيونال نهز كوب دافريك ونعمل كوب دي موند اخرى. الجينيراسيون هذي تنجم؟ نجم، سورتو الجينيراسيون هذيا، سورتو هذي خاطر تو عندنا اكسبيرونس نتاع كوب دافريك الاخرانية وعندنا اكسبيرونس نتاع كوب دي موند الاخرانية، خذينا برشا دروس، استنسنا بعضنا برشا، جابوا اسيست تمام لي في دوزيام بيت، عطيتك الاسيست ذكرها ولا بالتالون قال لي؟ لا ولا مش هذاك؟ لا انا مشيت وشطت له قويه ما خلطت عليها ماركيها، مشيت هزيته هكا، هزيته هكا. اما جابوا برشا كوره؟ جابوا الحقيقه انا سالوني برشا معناها، قالوا لي احسن جواري تلعب معاه،
جابوا ما لعبتش مع جوار كيما تكنيك مو رابيديتي. جابوا ماركا بونتو كونتر بيجا مره في رادس، هو ماركا وفرح وانا مازلت قاعد نعمل هكا، قلت كيفاش ماركيه البونتو. انا من تالي كره سلام جات هكا اعطاها كف، كي اعطاها كف مشيت الكره واقفه، مشيت واقفه الكره في الكاترمانديس كونتر بيجا نذكره كيما تو. انا قعدت هو ماركا وقاعد يفرح يجري وانا قاعد متشوكي كيفاش ماركيها جاب. ما شاء الله اخويا اسمع قالوا لك جيبوا واحد على الكلوب يجري يجري عطاني تير تذكر ولا شوت شوت له شوت شوت انا شوت معناها شوت قدام الديفونس الكل كنت نحملهم قويه على فهمت ماركيها هو هو فهمتك برك عنده اكسيليراسيون اسلام ويقف. انا نقول له جاوب برجولية عندك هذيك وكيفاش تدور، يكون يجري هكا يدور بك من الشيره الاخرى. اي هو كان يلعب على شيرتك في الانترينمون، اش عمل لك وسام؟ اي اي هو كان يلعب على شيرتي الاكثريه وساع ما ديما يلعب معايا خاطر ديما كنا نلعب 11 كونتر 11 ديما يلعب فرقي. اما كي يلعب كونتري يا خويا كي يدور ما نجم نعمل له شيء، انا خاطر انا طويل هو قصير مني وركيز التكنيك نتاعو وكل شيء ما نجم نعمل له شيء. اي الشروط شو جاوبهم اللي قالوك جيبوا ويجا للكلوب؟ ان شاء الله ان شاء الله شخص كان جابوا نرجع ويرجع معنا نكملوا نجيبوا. تنقول لك شكون يجيب معايا نكركر معايا مريح ساعة نجيب معايا مريح ايه ونجيب معايا مهدي رصاصي ايه